في نوعية ثالثة من الإيمان، وده ملوش أي دور التدخل البشري، ودي موجودة في كورنثوس الأولى من ضمن مواهب الروح القدس، هي موهبة الإيمان. أيوة، دي موهبة وعطية عطيها الروح القدس. ده رقم 12 احنا. دي رقم 12. فدي الموهبة دي الروح القدس لما بيعطيها للمؤمن، بيعطيها للمؤمن عطايا لعمل فائق للطبيعة غير عادي، مش حاجة تبقى عادية، لا. والإيمان ده، موهبة الإيمان ده ما ينفعش ينمو ويزداد. يعني موهبة الإيمان ما ينفعش تكبر فيه. لكن إيماني أنا في إيمان الخلاص أو إيمان مواجهة التحديات، لا ينفع إيماني يزيد ويكبر وأقول له زد إيماني، أو إيماني ضعيف كبر إيماني، أو أنا في الموضوع ده ما عنديش إيمان ممكن تعطيني إيمان. لكن موهبة الإيمان ما ينفعش أطلب لها لا زيادة ولا نقصان، لا تنقص ولا تزيد، لأنها موهبة عطية يهبها الروح القدس، لا تعتمد على قدرات الإنسان ولا مخيلة الإنسان. زي مثلا لما إيليا أخذ موهبة الإيمان في عمل مثلا من الأعمال الفائقة للطبيعة، لما يقول للسماء أنه لا يكون لطل ولا مطر إلا عند قولي. أيوة. السماء تغلق أبوابها، كلمة إيمان. لما يقف عند مذابح الوثن والبعليم ويقول له مطلبوا من آلهتكم أنها تجيب نار، ما يقدرش، لكن يقول حي هو الرب الذي نوقف أمامه لتنزل النار الآن من السماء. في نفس اللحظة جاءت النار. إيه ده؟ دي موهبة إيمان. نعم. فموهبة الإيمان هي موهبة خارقة للطبيعة يمنحها الروح القدس، وهذه الموهبة يبقى ما عنديش تزيل الشك وتزيل الخوف، وما يبقاش عندي أدنى شك إن ما يستخدمني فيه الروح القدس يكون. وده مرات نشوف ناس كتير قوي الرب بيستخدمهم بعمل فائق للطبيعة بسبب موهبة الإيمان المعطى لهم، فلا فضل لإنسان فيها. لكن كل الأمر هو أن أنا مسؤوليتي أتجاوب مع الروح القدس وأطيع والروح القدس يقدر يعمل في هذا العمل.